استكمال هذا العمل من خلال تقطير هذا العمل ضمن رؤية اقتصادية واجتماعية أشمل. الاقتراح الثاني تعميق البحث في المواضيع المطروحة والأفكار المقترحة من خلال الاستعانة بالدراسات الموجودة وهي كثيرة وعديدة والتي تراكمت على مدى السنين في وتناولت مختلف المحاور. يعني من الواقع الملموس من خلال تجربتي بالقطاع العام على فترة أكثر من 12 سنة ومن خلال تجربتي الحالية بالقطاع الاستشاري في لبنان وفي الدول المنطقة، من الملفت أن هناك عدد كافي من الأفكار والدراسات والتحاليل. لذا من المفيد أن يستفيد واضعي هذا التقرير من الأفكار التي تم دراستها والتعمق فيها. النقطة الثالثة أن تنوع المبادرات المطروحة وتفاوت بعضها لجهة الشمولية أو التفصيل يستلزم عملية تجميع لبعضها، يعني كلاسترينج، ووضعها ضمن سياسات قطاعية لتأمين المردود الأكبر والفعالية المطلوبة لهذه المقترحات. النقطة الأخرى استكمال عملية تشاور حول هذه الأفكار وحول هذه المقترحات، وهنا اسمحوا لي أن أفتح نافذة. من نقاط إعجابي في هذا التقرير هو كيفية صياغته، أي التشاور ليس فقط بين واضعي هذا التقرير إنما بين شريحة واسعة من المشاركين جغرافيا ومؤسساتيا. وبالواقع إنه من نقاط الضعف لكل السياسات أو المشاريع أو الرؤى الاقتصادية التي تسنى لي إمكانية الاطلاع عليها ليس فقط بلبنان إنما في كل الدول العربية، هو ما يسمى عملية الإشراك في وضع الرؤية أو المشاركة في وضع التوصيات. وهذا بالواقع يعكس نقطة ضعف أساسية في النظام الديمقراطي في لبنان وأيضا في مجمل الدول العربية التي تعتمد النظام البرلماني أو تلك التي لا تعتمد النظام البرلماني. لذا من المفيد استكمال التشاور حول هذه الأفكار ليس فقط مع المعنيين في الشأن العام من مسؤولين سياسيين بالقطاع العام، إنما أيضا مع أصحاب الرأي، بالإضافة كما ذكر معالي الوزير جورج قرم وهي نقطة حساسة، بالتواصل مع الشباب اللبناني، ليس فقط الشباب الجامعي إنما أيضا الشباب يعني في عالم المدرسة. وهنا التقنيات الحديثة للتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي ممكن أن تكون عامل مفيد جدا لهذه العملية التواصلية، والهدف منها ليس فقط الإشراك إنما أيضا لخلق مجموعة من قوة الضغط الإيجابية لتمرير مجموعة هذه المجموعة القيمة من الأفكار. على الصعيد أشمل، بالواقع وباختلاف بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرنا الاقتصادية السياسية الاجتماعية، يظهر هذا التقرير ضرورة إعادة النظر لبعض المفاهيم السائدة في مجال إدارة الشأن العام، وقد ألقى الضوء مع الوزير أرم على مجموعة منها أو على رؤيته لهذه الحاجة لإعادة النظر في المفاهيم السائدة الموروثة بمجال إدارة الشأن العام. ويؤكد هذا التقرير ما نشعر به أو ما يشعر به الكثيرين حول ضرورة صياغة رؤية اقتصادية واجتماعية جامعة وهادفة في آن معا يجري التشاور حولها، بل بالنسبة لي المشاركة في وضعها من قبل كل المجموعات المعنية في الشأن العام والمهتمين بهذه الملفات قطاعيا أو شموليا. والمشاورة أو المشاركة هي ضرورية لأن تتحول هذه الأفكار الإصلاحية أو أي رؤية إصلاحية إلى عقد اجتماعي اقتصادي سياسي جديد يساهم في بناء مفاهيم جديدة للمواطنية، مواطنية حقيقية، وتأسيس لدولة عصرية توحد اللبنانيين حول مجموعة من الأهداف والمفاهيم المواطنية وتردم الهوة التي ساهمت وتساهم الأحزاب والطوائف في تعميقها يوما بعد يوم. إن هذا المشروع وهذه الأفكار
مبعث للأمل، لأنها تؤكد مجددا حيوية ونضج الشباب اللبناني ووعيه وهو الأهم لضرورة أخذ المبادرة والمشاركة الفاعلة في صناعة السياسات. بغض النظر عن تقييمنا لهذه الأفكار، المبادرة بحد ذاتها هي مبادرة قيمة تعطي يعني رأي ما حول ضرورة ليس فقط المشاركة إنما إمساك بزمام الأمور في صناعة المستقبل. بالواقع كلنا نؤمن بأن النجاح الاقتصادي لا يبنى إلا على القدرات البشرية وليس على أي أمر آخر، وخاصة على الطاقات الشبابية التي تضع الإنسان في صلب عمل الدولة وصلب مؤسسات القطاع العام. وفي هذه الظروف بالتحديد أعود وأكرر أيها الأصدقاء والرفاق في المنتدى، منتدى الشباب الاقتصادي، ضرورة الاستكمال بلعب دور محوري في عملية إعادة ترتيب سلم أولويات لبنان اقتصاديا واجتماعيا، وفي الاستمرار بدور مجدي بتفعيل الحوار، وأن يصبح هذا الحوار مقبولا ليس فقط من مجموعة من الطاقات الشبابية إنما أيضا من قبل السياسيين، حيث تطرح المواضيع من منطلق آخر عن المنطلق المعتمد حاليا وهو منطلق الشعار، وأن يتم النقاش حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية لتصبح في صلب أي برنامج سياسي لأي فريق سياسي، وخاصة أن تكون القاعدة الأولى في عملية المعارك الانتخابية والسياسية. على صعيد أشمل، إن الحراك العربي اليوم نحو الديمقراطية والتحول السياسي هو شبابي بامتياز، وما يجري في الدول العربية من حراك نحو التغيير لا يهدف فقط إلى استبدال أنظمة بأخرى، إنما وخاصة بالنسبة للشباب العربي هو طموح لبناء مستقبل أفضل ومجتمع أفضل وإنسان أفضل. فالمسيرة أمامكم طويلة والأفاق واسعة، ولبنان جد بحاجة ماسة إلى التغيير وإلى أفكار جديدة. إن أهمية هذا المشروع أنه نتاج عمل مجموعة شبابية وليس مبادرة حكومية أو من مؤسسة إقليمية أو دولية. فأنتم أيها الشباب عنوان الأمل، نريدكم أن تكونوا منارة لنا وبابا للمستقبل، فأنتم تتمتعون بخصائص لم نعد نتمتع بها، المعرفة والعلم. فخلاصة المعرفة والعلم معكم أيها الجامعيون، الجرأة والإقدام والمجازفة، الطاقة والقدرة على الإنتاج الفكري. أنتم كما قلت طريقنا إلى مستقبل أتمناه أن يكون مستقبل أفضل في مرحلة دقيقة ومصيرية من عمر لبنان الذي يعيش تحولات كبيرة، وليس فقط على الصعيد السياسي إنما أيضا على الصعيد الاجتماعي والفكري والاقتصادي. فنحن نريد أن ننظر من خلالكم إلى مستقبل بعين الإيجابية وبثقة أن يعود لبنان وطن الإشعاع الفكري والحوار البناء وتفاعل الأفكار والتفاعل الثقافي، والثقافة هي مدخل للتغيير. إن لبنان لن يقوم إلا من خلال شباب يفكرون في المستقبل ويشاركون في صناعة القرار ويحلمون ويحولون هذا الحلم إلى حقيقة. وإني في الختام أدعو مجددا الشباب الناشطين وخاصة الناشطين سياسيا واجتماعيا أن يعودوا إلى العمل الفكري وإلى ترتيب الأولويات في صناعة القرار السياسي. إن ثمة دور أساسي لكم، واهتماماتكم بالشأن العام يجب أن يتجه أكثر فأكثر إلى الشأن الاقتصادي والاجتماعي الذي يلامس حياتنا وحياتكم اليومية. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لهذا التقرير أن يتحول إلى ورقة ضغط للتغيير المنشود من قبل الجميع. شكرا. إذن ضرورة صياغة رؤية اقتصادية شاملة وكاملة هي
خلاصة الكلام اللي اجتمع عليه معالي الدكتور أزعور ومعالي الدكتور إرم، واللي هن بالأساس كان نحن ما تبنينا هيدا الهدف من خلال الكتاب، من خلال إذا بدك الوثيقة، لأنه الكتاب هو راح على 4 مناطق تتحاور مع أكثر من 110 NGO جمعية ب 62 بلدية، وشارك 293 شخص، 108 أشخاص منهم كتبوا هيدا الوثيقة. بكتير أماكن المدربين عانوا مع باختلاف وجهات النظر الاقتصادية الموجودة، بظل نظام سياسي ما بيحدد شو هي الرؤية، شو هي اتجاهه. نحن دائما أمام ديمقراطية توافقية، ما حبينا نفوت فيها نحن من خلال الكتاب، حبينا